صداقة الله. أول حاجة عايز أتكلم على شروط الصداقة. إيه ده؟ هو الصداقة مع المسيح ليها شروط؟ طبعا شروط الصداقة بصفة عامة تنطبق على شروط الصداقة مع المسيح. إيه يا ترى؟ طبعا يعوزنا الوقت اللي احنا فتحنا الحديث، بس الآباء يسمحوا لي اللي احنا نتكلم النهاردة، وتبقى فرصة تانية نسأل الأسئلة. إيه شروط الصداقة؟ أول شرط وأهم شرط في الصداقة مع المسيح الهدف الواحد. طبيعي جدا. يعني إيه الهدف الواحد؟ يعني إحنا الاتنين مصلحة واحدة، إحنا الاتنين سكة واحدة، إحنا الاتنين هدف واحد. إيه الهدف الواحد؟ إيه السكة الواحدة؟ السماء طبعا. ربنا مش عايز مني غير حاجة واحدة، ربنا مش عايز من العالم كله غير واحدة، عايزني أدخل السماء، عايز العالم كله يخش السماء. وانا مش عايز من ربنا الحقيقه غير حاجه واحده، المفروض يعني مش عايز من ربنا غير ان يدخلني السام، انا عايز اخش السام. داود فهم دي، عشان كده لما ربنا قال له عايز ايه يا داود، داود بمنتهى البساطه قال له ايه؟ واحده سالت من الرب واياها التمس. واحده يا داود؟ ايوه واحده. ايه دي؟ ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. أكتر حاجة بتعطل صداقتنا مع المسيح إن أنا بحصر علاقتي مع المسيح في شوية طلبات. مهمة، لكن يعني لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات؟ أنا هعيش كل حياتي في شوية طلبات، يأكلني ويشربني ويجوزني. وبالتالي كتير قوي في وسط زحمة الطلبات دي بنسى السم. لا يا حبيبي، المسيح تخصص سام. عايز تتصاحب على المسيح لازم تكون عايز السام. عايز حاجة غير السامة، معلش ما ينفعكش المسيح. إذن أول شرط في الصداقة مع المسيح لازم نكون إحنا الاتنين سكة واحدة، one way، هدف واحد. هو عايزك، عايز يوديك السما، وانت عايز السما، هتبقوا حبايب واصحاب ومفيش احلى من كده. مرة أب اعترافي سألني أنت عايز إيه من ربنا؟ سؤالي كان غريب أوي. قلت له إيه ده يا رب؟ إيه يا أبونا ده؟ يعني عايز إيه من ربنا؟ عايز كل خير، عايزه ينجحني وعايزه يعيشني في أمان وعايز أتجوز وعايز يختار لي عروسة حلوة. قال لي ما ينفعش. قلت له ليه ده كلها طلبات في الخير يعني؟ قال لي لا حبيبي، اللي عايز يطلب المسيح واللي عايز يتصاحب على المسيح ما يطلبش غير طلب واحد. قل له يا رب اذكر يا رب خلاص نفسي، اطلبوا اولا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. اذن اول شرط عشان تتصاحب على المسيح لازم احنا الاثنين نكون نفس الهدف. يا تعاسة وغلبان الانسان اللي هو عنده هدف غير السماء، يزعل قوي من المسيح طول النهار في تذمر، طول النهار في انا زعلان من ربنا، هو فين ربنا؟ تفهم من اللهجه دي ومن النبره دي ان انا مش عايز السماء، انا عايز المسيح في حاجات، في حاجات تانية. يبقى اول شرط الهدف الواحد. تاني شرط نسميه شرط الاحترام. يعني على قد ما كان ابراهيم بيتعامل مع ربنا ببساطه وتلقائيه وبداله، لكن الدالة والبساطة دي ما خلوش ينسى الاحترام. إبراهيم كان عارف قوي إنه بيتكلم مع مين، كان بيتكلم مع الخالق، بيتكلم مع ضابط الكل، بيتكلم مع ملك الملوك ورب الأرباب، بيتكلم مع الديان العادل. طب انتوا صحاب؟ أيوة صحاب، بس ده ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. وفي نفس الوقت إبراهيم كان عارف قدر نفسه، عارف إنه غلبان قوي، عشان كده سمعناه يقول ايه؟ شرعت ان اكلم المولى وانا ايه؟ وانا تراب ورماد. الاحترام يا احبائي مهم جدا في علاقتي وصداقتي للمسيح. ازاي؟ في شكل عبادتي، تقدم لربنا احسن ما عندك، احسن وقت، احسن تقدمه. ربنا لما قبل تقدمه هابيل رفض تقدمه قايين، لأن الهابيل قدم للمسيح أحلى ما عنده، أبكار غنم. لكن قايين للأسف قدم من ثمار الأرض الملعونة أو المرفوضة.
يعني هابيل قدم من أهوازه، لكن قايين قدم من فضائله الاحترام. عشان كده راجع نفسك في وقفتك قدام المسيح. يعني كان زمان يعلمونا كده، وانت واقف قدام المسيح اتعلم من العمود في الكنيسة. شوف كده لو العمود اتهز شوية ولا تنى رجله، بص كده على العمود واقف منتصب، لو اتحرك لحظة الكنيسة تقع. احترم المسيح في سجودك، احترم المسيح في مطانياتك، احترم المسيح في وعودك وتعهداتك مع المسيح، احترم المسيح في بكورك، احترم المسيح في نزورك، في العشور بتاعتك، احترم المسيح في قانونك الروحي، في صلواتك، أصوامك، في قداسك. الاحترام شرط أساسي في صداقة المسيح. انتوا فاهمين حاجة؟ طيب، يبقى أول شرط في صداقة المسيح، أول حاجة الهدف الواحد، تاني حاجة الاحترام، تالت حاجة طبيعي طبعا التوبة والاعتراف. طبعا مش ممكن المسيح يخش حياتك مش كصديق، ده بس يخش يعتب على حياتك وتدخل في صداقة وانت طبعا لسه عايش في الخطية، بمعنى عايز الخطية، بمعنى ان انت مش عايز تسيب الخطية، بمعنى ان انا لسه بحب الخطية، مش عايز اتوب، انا لسه ما بعترفش. كتاب يقول لا شركة للنور مع الظلم، يبقى ازاي هتصاحب على النور؟ عايز تتصاحب النور، شيل الضلمة، ولع النور، مش كده؟ شوفوا ربنا يقول لشعب اسرائيل اللي هم شعب المسيح او شعب الله المختار، ان بسطتم ايديكم للصلاة استر عيني عنكم، وان اكثرتم الصلاة لا اسمع، لان ايديكم مليانة اسما. عشان كده احنا كنيستنا تعلمنا ان التوبة والاعتراف هما الباب اللي يدخل فيه المسيح حياتك.